يا شيخ المرأة الحاجة إذا حاضت قبل طواف الوداع فما الحكم حفظكم الله؟ ليس عليها وداع قال قال ابن عباس رضي الله عنه أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحايض والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قبل ان تطوف للوداع قال لها انفري اذا نعم